كما نرفض تأجيل الانتخابات ونرفض حالة الفوضى ونطالب بأن يعم الأمن ربوع هذا البلد. معكم أخي الكريم الشيخ خالد سعيد، ثم نستكمل بعده إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إن هوية الأمم، إن هوية الأمم إنما تنبع من ثقافتها وحضارتها، وإن ثقافة هذا الشعب وهويته هي الإسلام. وإن ما يجري اليوم من محاولات القفز على الشرعية ومحاولات الانقلاب على مقدرات الثورة ومحاولة إعادة الأمور إلى الوراء وإبطاء خدمة المخططات الغربية والأمريكية والصهيونية، إن ما يجري اليوم هو محاولة حقيقية للانقلاب على الشرعية ومحاولة لسرقة مقدرات هذا الشعب مرة أخرى. إن الأيام الماضية في فترة ما بعد ثورة 25 يناير قد كشفت للجميع من هم الذين يريدون خير هذا البلد، ومن هم الذين يعملون على استقراره وعلى استبداد الأمن به. إن الحرية لا يصنعها الخائفون والمترددون، إن الحرية لا يصنعها الخائفون والمترددون، كما أن الحرية لا توهب هبة ولا تعطى عطية ولا تمنح منحة، إنما تستلب وتصطنع بأيدي الأحرار والشرفاء. نحن كنا بالأمس هنا ونحن اليوم هنا، وغدا إن شاء الله تعالى سنكون هنا. لن تمحو ذكرنا، لن تمحو ذكرنا. نحن أبناء هذا الشعب، هذا شعب مصر العظيم، شعب مصر المسلم. نحن إسلاميون فنحن أبناء شعب مصر المسلم، نحن أبناء شعب مصر المسلم. أما أنتم، من أنتم؟ من أنتم؟ ليبراليون، علمانيون، شيوعيون، اشتراكيون، أمريكيون، صهيونيون، من أنتم؟ أنتم غرباء، اذهبوا من هنا. أما نحن فنحن باقون، هذه البلاد بلادنا، وأنتم لن تنفوا ذكرنا. اتركوها إن لم تعجبكم واذهبوا إلى من تحبون ومن تتقلدون. هذه بلاد بلادنا. إن هوية مصر هي الإسلام، وإن التعديلات الدستورية والاستفتاء الذي تم على التعديلات قد أثبت للجميع، قد أثبت للجميع أن شعب مصر العظيم قد اختار الإسلام. الشعب يريد الاستقرار، الشعب يريد الشعب يريد الأمن والأمان، 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 الشعب يريد الأمن والأمان. إن 20 مليون من الشعب العظيم قد قال كلمته يوم 9 مارس. إن شعب مصر من نزل منه إلى ساحة الاستفتاء والانتخابات قد اختار الإسلام واختار مرجعية الإسلام. إن دساتيرهم التي ينقلبون عليها اليوم لم يبق فيها من الإسلام إلا اسمه، ومع ذلك فقد اختار شعب مصر العظيم هذا الاسم. إنني اليوم أخاطبكم أنتم وأراهن عليكم أنتم وأنتظر كلمتكم أنتم. أنا لا أخاطب الإسلاميين، إنما أخاطب المسلمين أجمعين. أنا لا أخاطب السلفيين وأنا منهم، وإنما أخاطب المسلمين أجمعين. ولا أخاطب الجماعة الإسلامية وأنا منها، وإنما أخاطب المسلمين أجمعين. إنني أستدعي الأكثرية الصامتة وأسألهم لله، هل تريدون الإسلام؟ من يريد الإسلام؟ من يريد الإسلام؟ لا شرقية ولا غربية، جمهورية مصر إسلامية، إسلامية 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 إسلامية، لا شرقية ولا غربية، 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 لا ش
واخيرا اننا نرفض واخيرا اننا نرفض ما يجري من انقلاب على الشرعيه، ونرفض ما يجري من انقلاب على هويه البلد فيما يسمى اليوم بالمبادئ الحاكمه للدستور او المبادئ فوق الدستوريه. انه يبدو ان بعض الاصابع العارفه والظاهره الخفيه والمدفوعه والمعروفه تعرف جيدا ما تريد. اننا نمر بمرحله تجد مرحله 54، مرحله ما بعد ثوره 52، عندما تم تدييم الشعب ثم انقلبت اصابع معروفه وخفيه لتدمر البلد ولتعطي الحكم الى ايدي العسكر. اننا لا ندعو الى الانقلاب على الاوضاع، ولا ندعو الى اساله دماء في البلد، انما الذي يفعل ذلك هم الشرذمه القليلون المجرمون هناك في التحرير اليوم. واننا نبشرهم ان السيل الهادف قادم لهم يوم الجمعه القادمه. انني ادعوكم اجمعين الى النزول. انني ادعوكم الى النزول يوم الجمعه القادمه 29/7 لتقولوا كلمتكم. انزلوا للتحرير ليعرفوا قدرهم وليعرفوا حجمهم. نحن نقول لهم ان المليونية الحقيقية التي لم تروها حتى يوم الثورة، وان هؤلاء السائلين لمدة 30 عاما سينزلون معكم وبكم يوم الجمعة القادمة. والله يقول الحق وهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين. محمود طه مع اخي الدكتور محمود طه. مع اخي الدكتور محمود طه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أيها الإخوة، فقد أسقط الله تبارك وتعالى النظام البائد الفاسد، أسقط الله عز وجل هذا النظام الذي قام على 5 ركائز. الركيزة الأولى كانت سلطة فاسدة، والركيزة الثانية كان مالا فاسدا، والركيزة الثالثة كان الخوف الذي زرعه هذا النظام في قلوب الناس في مصر. وقد أذهب الله عز وجل هذا الخوف. ثم الركيزة الرابعة هي النخبة التي لا تزال طابعة في فضائياتهم. الركيزة الخامسة هو الإعلام الفاسد. هذه النخبة أيها الإخوة، من انتخبها؟ من اختارها؟ من رباها؟ من أنشأها؟ إنما أنشأها النظام الفاسد، فأنشأها ورباها على عينه، فأصبحت نخبة فاسدة كفساده. النخبة التي تحدث الشعب المصري من علن، التي تظن أنها أنزلت علينا من السماء. هذه النخبة نشأت وتربت وترعرعت في عصر النظام البائد الفاسد. هذه النخبة التي كانت توافق من قبل دائما والآن ترفض كل شيء، كانت تقبل كل ما يصدر عن النظام الفاسد، كانت صوته، كانت صياته، كانت لسانه، كانت رزقه الذي يحتمي به. أما الآن ترفض النخبة كل شيء، لا تريد لهذه البلد الاستقرار، لا تريد لهذه البلد الاستقرار. ولو بحثت عن كل مصيبة تقع في البلد الآن لقادتك إلى النخبة وإلى نخبة النخبة. قديما قالوا كل الطرق تؤدي إلى روما، أما الآن حق لنا أن نقول كل المصائب تؤدي إلى نجيب ساويرس. نجيب ساويرس عضو لجنة الحكماء. من اختارهم هؤلاء؟ من اختارهم حكماء؟ من اختارهم نخبة؟ وما هم؟ باطل 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 باطل.
تقع الآن في هذه البلد. ابحث عن نجيب ساويرس، فتش عن نجيب ساويرس الذي أفسد الإعلام ويريد أن يفسد السياسة الآن. لكننا نقول له يا ساويرس، لقد مات أبوك النظام الفاسد، ولقد ماتت أمك أمن الدولة، لم يعدك أب ولا أم، لم يعدك الآن إلا أن تواجه هذا الشعب الذي تخلص من الخوف وجاءك الآن ليقول لك قف عند حدك، أنت ومن يدعمك، أنت ومن يقف وراك. في سبيل الله قمنا، في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، نبتغي رفع اللواء، لدنيا قد عملنا، نحن للدين الفداء، نحن للدين الفداء، فليعقد فيه مجده، اطرق منا الدماء. كلا، لن نترك البلد لأمثال ساويرس وممدوح حمزة، فهذه البلد بلدنا، هذه البلد دافعنا عنها وبذلنا من أجلها وسجنا من أجلها وقتل إخواننا من أجلها، سجنا وهم يستمتعون بفضل ونعمة النظام الفاسد، سجنا وقتلنا وعذبنا، أين كان هؤلاء وقت أن كان الشرفاء في السجون؟ كانوا بالفضائيات، كانوا يستمتعون ويتمتعون بما يمن عليه به نظام فاسد، كانوا يتمتعون أمام الفضائيات، ثم يأتون الآن ويقولون لنا أنهم قاموا بالثورة. إنما قامت الثورة على أمثالكم، إنما قامت الثورة لتزيح أمثالكم، أمثالكم لابد أن يكونوا مع أسيادهم في ذرة، أمثالكم مكانهم ترى، أما هذا الشعب الطاهر الأبي فلن يسمح لكم. وإعلامكم، إعلامكم نقول لهم، نقول لهم لقد اقترب يوم حسابكم. الإعلام الفاسد، الإعلام الفاسد، ماذا كان يقول الإعلام قبل ثورة 25 يناير؟ من كان يستضيف؟ من كان ضيوف قناة الحياة؟ من كان ضيوف قناة كل قنوات الخاصة الفاسدة؟ من كان ضيوفهم قبل 25 من يناير؟ المصري اليوم واليوم السابع، ماذا كان يقول هؤلاء قبل ثورة 25 يناير؟ ثم الآن يظهرون أنفسهم ثوريين، يظهرون أنفسهم مع الثورة، وهم إنما يريدون وعد الثورة، يريدون قتلها، يريدون القضاء عليها، وشعب مصر لن يقبل منهم هذا ولن يسمح لهم بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.